أريد أنقل صور حقيقية، لأن إحنا عندنا كذابين مسيلمة الكذاب ما يصير عندهم طالب في صف. المتظاهرين يبوقون، والمتظاهرين يقتلون، والمتظاهرين يحرقون، وبعدهم قصة المندسين. هسه على قولة الشاعر يقول: السيف أصدق أنباء من الكتب. إذا المتظاهرين حرامية وإذا المتظاهرين مندسين، هذا مصرف الوثبة، هاي قدامه خيمة أم محمد وهذا مصرف الوثبة، ومئات الآلاف من الثوار في ساحة التحرير. ما أعرف شو يسمونه، هذا الناطق الرسمي، مدى يسمونه القائد العام، مدى الحاكم بأمره اللي قال يبوقون. زين هذا ليش ما نباق؟ مو كلهم هنا موجودين؟ أو ذولا الوليدات الشرطة الحمايات حتى مسدس ما بجيبه، طلع هاي العودة مالت الشغب ما بيده، وهذا بابهم، وهاي خيمة أم محمد، وهذا الشارع، وهذا المصرف. فمرات من نسولف أو تردون السولفون، يعني مرات حتى الكذب يراد له واحد يصنعه تمام، وعيب، عيب نتهم أهلنا، وعيب نتهم شعبنا. لو الناس جاية على قضية مثل ما سويتوا قضية البنك المركزي، أو سويتوا قضية الوثبة، أو سويتوا قضية فلان، هذا ذاك الشباب يأخذون هذا المصرف الوثبة وهذه التظاهرات وذول المتظاهرين. عمي ذول الناس جايين عندهم قضية، جايين عندهم قضية حقيقية وعندهم مطالب. ومن يوم 1 تشرين قالوا لكم يا حكومة انتوا اسمعونا، لكنه اللي ما يسمع يصل بالتالي الى نتائج مثل هذا المستوى. واذا انت تقدر تكذب على متظاهرين وتقدر تشوه سمعتهم وتريد تلطخهم، احنا ايضا مهمة انسانية ان نعطيك دلالات ونقول لك يا بهاي المواقع وهاي الحياة في باب الشرجي، وهسه احنا موجودين بالسلك. لما تجد مرأة بمستوى هاي المرأة جايبة بناتها وجايبة ولدها وقاعدة تخدم هنا، وهذا مصرف يداومون به عليه شرطة 2، مسدس ما عنده والشعب حامي، هو يا هل باقي الوطن المتظاهر باقي الوطن لو انتم بكت الوطن. ترى مرات واحد بيلبس ثوب شرف وما يلوق عليه، مرات يعثر بيه ويوقع. منو باق خزينة الدولة؟ منو باق أموال العالم؟ منو باق أموال اليتامى؟ المتظاهرين باقوها، الثوار باقوها. لو طلعوا وقالوا لكم نحتاج إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، هاي ممتلكات الشعب تحمى بيد الشعب. فالنوب من واحد يكذب له كذبة، لا تخدعون شعب ولا تشوهون سمعة التظاهرات، وشوفوا أنتم قناصيكم وين، أو قتلة السنك وين، والمغتصبين وين، وأصحاب السكاكين البيضاء وين. ولما تكونون بمستوى الشعب وآلام الشعب ذاك الوقت تسولفون عليه، لكن لما ما تكون بمستوى صبر وإيمان وتضحيات العراقيين، خط أحمر أن يجي لسان الشعب، اسم الشعب على لسانك، لأنه اسم العراقي طاهر ونظيف، ونظافته جابته هنا وقعدته هنا، وقعدت وليدات وابنيات وامهات حتى يوصلون هذا الصوت اللي انتم الان كلكم تخافون منه، واحنا نحترمه ونمشي في ظله ونتشرف به.